السلام عليكم، معاكم اسلام بلتاجي، والنهارده هكلمكم عن موقف خطير جدا بيتكرر كتير جدا في امريكا وازاي تتعاملوا معاه بنفسكم. فخليكم معايا. اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا كلكم بخير وسعاده، اللهم امين يا رب العالمين. وقبل ما نبتدي وزي ما تعودنا، يلا نستبشر بالصلاة على الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ودلوقتي خلينا نبدأ في الموضوع. لو عندك عربية في أمريكا أو عامة في أي مكان في العالم والكاوتش اتخرم منك، هتعمل ايه بالظبط؟ الطبيعي انك هتغير الكاوتش لو معاك التولز والسبير تاير، ودي حاجات مهمة جدا ولازم تكون معاك. ولو مش معاك الحاجات دي المهمة ديت، هتضطر تتصل بعربية تو تراك او عربية نقل، هتشيل العربية بتاعتك وهتوديها للميكانيك الميكانيكي او التاير شوب اللي هو المحل بتاع تصليح الكاوتش. العربية دي تكلفتها من 150 ل 200 دولار، ولكن خليني اقولك على طريقة انك تقدر تعمل الموضوع ده بنفسك لو انت شخص دي اي واي، يعني بتعمل الحاجات بنفسك وتقدر تصلح الكاوتش بتاعك حتى لو انت واقف على الهاي واي اللي هو الطريق السريع. طبعا قبل اي حاجة هتشتري التاير فيكسنج كيت وتخليها معاك على طول في العربية. وكمان حاجة ضرورية جدا لازم تشتريها وتخليها معاك في العربية على طول، اسمها جامب ستارتر. والتول دي مهمة جدا يا جماعة عشان تشغل بيها العربية لو البطارية نامت، وممكن كمان تنفخ بيها الكاوتش، وممكن كمان تستخدمها كفلاش لايت او وورنينج لايت لو بتغير الكاوتش على الهاي واي بالليل وعايز الناس تشوفك. اول حاجة ممكن تعملها انك تصلح الكاوتش وهو راكب على العربية، ودي بصراحة حاجة ما بفضلهاش ولكن ممكن اعملها، ولكن هتغلبك حبتين او ثلاث حبات. فعشان كده انا بفضل ان انا اشيل الكاوتش عشان اقدر اتحكم فيه، وعشان كمان اقدر احدد مكان الخرم. بعد ما بتشيل الكاوتش بيبقى عندك حالتين. الحالة الاولى ان الخرم بيبقى ظاهر ومش بتتعب خالص ان انت تشوفه، وزي ما انتوا شايفين كده في الحالة بتاعتي الخرم كان سهل جدا ان هو يتشاف، فعامل كمان صوت سامعين. فكان سهل ان هو يتشاف. اما الحالة التانية فالخرم بيبقى صغير جدا وبيطلع هواء، يعني ما بتسمعش صوته ولا حتى ممكن تشوف الخرم. ففي الحالة ديت تقدر تستخدم مية بصابون عشان تشوف الفقاقيع. ولو انت على الهاي واي ومفيش مية بصابون فلازم تتعامل تحطها وطبعا زي ما احنا عارفين الجيش بيقول لك ايه؟ لا مش هبيع جمبري، الجيش بيقول لك اتعامل. طبعا لازم الكاوتش يكون منفوخ شويه عشان تقدر تحدد مكان الفقاقيع او تسمع صوت الهواء اللي طالع من الخرم. فلو عندك اير كومبريسور يبقى كده 100 100، ولكن لو انت على الهاي واي فطبعا ممكن تستخدم المنفاخ اللي على الجامب ستارتر. المهم زي ما انتم شايفين كده قدرت احدد مكان الخرم، وبعد كده هستخدم التول دي عشان اقدر انشف الخرم واوسعه بالمقدار المعين ده قبل ما احط الرابر سيمنت. الرابر سيمنت اللي هو اللزق، لزق قوي جدا جدا جدا. التول دي يا جماعه هي عامله بالظبط زي الالحه الناشفه بتاعت زمان اللي هي كانت في محلات تصليح العجل. ولو انت عارف انا بتكلم على ايه تبقى انت راجل برنس ولازم تعرفني في الكومنتس. بعد كده هاخد واحده من دول، ودي بيسموها هنا بلاج او ستريب، وتقريبا بيسموها في مصر خابور، وهدخلها في التول دي زي ما انتم شايفين كده، هخليها في المنتصف. بعد كده هحط كميه مناسبه من الرابر سيمنت على البلاج او الستريب او الخابور، وبعد كده ادخله في الخرم. وبعد كده طبعا هو هيعمل الطريقه دي، ولازم اسيب منه حته بره الكاوتش وهعرفكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. بعد كده هتشيلي الحته الزياده دي وكده تمام التمام، كده انت صلحت الكاوتش. ولو مش عارف تركب الكاوتش هسيب لك لينك، انا عامل فيديو بالتفصيل ازاي تشيل الكاوتش وتصلحه وكمان تركبه تاني، هسيب اللينك كمان في الديسكريبشن.
بعد تركيب الكاوتش هتتأكد انك تملى الكاوتش هواء، وتأكد كمان من البي اس اي، ولو مش عارف افتح باب عربيتك وهتلاقي البي اس اي ريكومندد لعربيتك. البي اس اي في حالتي انا 35 بي اس اي وبس. خلاص وتمام كده يا برانيس، ومع السلامة. Thanks for watching. ولو حسيت ان الفيديو افادك please like, share, comment and most of all subscribe for more، عشان تكون شخص ايجابي وتساعدني اقدر اوصل لاكبر عدد من الناس واكون سبب في افادتهم وساعدتهم. اللهم امين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. كان معكم اسلام البلتاجي، ومع السلامة.